قال لي او جاو عصاد كان عندي ما كاش عراقي صايد نساء العراقي ما كاش عراقي قلنا بلي مود مارس افريل لوطرو تنحل لوطرو هذيك خدمتنا حنا هذوك المشاكل صغيره هذيك حنا نلهو بها وحنا نريقلوها حنا في الترونسون ميلا هذا ولا بتي بروبليم تاع واحد راه ساكن تما بانيون نير بليس ان مي الاجراءات درناها مع ليكسبروبرياسيون كلش دوما خرجوه ما كاش اشكال وي لو ترونسون هذا تاعنا اللي كنت تشوفوا فيه باقي لا بتيت بارتي هذه ونركبوا على طريق السيار. اليوم رانا في ولايه ميلا ومن بعد نروحوا ولايه مبواقي من اجل متابعه الطريق اللي هو طريق هام اللي يجي من باتنا ويدي باتنا لطريق شرق غرب عن طريق ميلا الى شلغوم العيد. يومها الطريق اللي كان متوقف وكانوا في عده تراكمات وعراقيل منذ سنه 2018 اليوم بعد رفع كل العراقيل وكل الصعوبات اللي كانت متواجده وكانت تعرقل من اجل انجاز هذا الطريق اليوم انترفعت العراقيل اللي هذا الطريق يكون عنده اهميه كبيره من اجل ربط الشمال بالجنوب في نفس الوقت ايضا ربط الولايات هذه باتنا مبواقي خنشله بسكره والولايات الجنوبيه بشرق غرب عن طريق ميلا شرغوم العيد اللي يسهل الحركيه واللي تكون فيها ان شاء الله ديناميكيه.